بدي بان كيك. شو قفلي شعري هيك؟ قطع هالصوص روحي. هاي المصاصة فيها شيء. طلعت يوم شي محل؟ ماما بدي مصاصة كبيرة كتير حلوين. لك أنا مصاصات؟ تعال شوف هاي المصاصة مع أكبرها ومع أحلاها في منهم بالناتيات مع أحلاهم بالناتيات. يا الله لك هلأ هاي؟ لك إيش بدك بكل هالمصاصة كتير كبيرة وغريبة؟ صراحة كتير غريبة هالمصاصة. طيب خلاص ماشي امشي لأخذ لك ياها امشي. لك لا كنا أنا ولين سوا مع بعض طالعين. يعني عم تجيبي لا ولي لا؟ لك لا كنا طالعين سوا وجبت لا. يا الله الله ما لي خبر إنه أنتوا بدكم مصاصة. طيب خلاص إيش أعمل يعني خلاص. ايه خلاص وعد بس اطلع واروح لهنيك لانه كنا بعالم السحر هنيك كنا هيك عم نلعب انا وللوشة وكنا عم نشوف كتير اشياء حلوة ولقينا هدول المصاصات هنيك عرفتوا شلون لهيك اشتريت لها وحدة للين بس ما خطر لي انه اجيب لكم وحدة سامحوني مرة تانية اذا رحت على عالم السحر باخدكم معي اتفقنا وبشتري لكم منها ماشي لا تزعلوا. ايه ما ايه عالم السحر مكان كتير حلو صح لينو؟ شقد كان حلو؟ ماما شفنا كتير اشياء غريبة. ايه اسمه عالم السحر. وقت رحنا على عالم السحر لقينا هدول المصاصات جنب حال عالم السحر واشترينا منهم فلهيك مرة تانية ان شاء الله بشتري لكم منهم اتفقنا؟ اتفقنا. يا الله يا ريتني كمان جايبي ماشميلو. يا كيف صار ماشميلو؟ اجاني ماشميلو. هاي المصاصة فيها شيء لما ألبس هي على الماشميلو طلعت لي. يمكن هاي المصاصة السحرية أجرب شيء تاني لا أكل أجرب شيء تاني يبقى أطيب شيء. من وين جايبة هاي الماشميلو؟ ماما فهمت إياها لك كان طعمينا معي طعمينا. يي ماشميلو؟ منين جبتي هالماشميلو؟ ما أجابت إياها عن جد؟ طيبة انتو ليش جايبة لالين بس مارشميلو ونحن لا؟ لك مين جايب مارشميلو؟ ليش يعني بتجيبي لها لالا ونحن لا؟ لك ما جبت لها شي. هي قالت لنا يي انا ما جبت لها شي ابدا. لك لا ما جبت شي عن جد ما جبت شي. لك يي لك صدقوني انا ما جبت لها مارشميلو. ليش عم تجيبي لها؟ يا الله لك انا بس اشتريت لك مصاصة. جبتي لي مارشميلو. جيبي له ولاد وقلنا لا. لك صدقوني ما جبت لها مارشميلو يا ولاد. معناتها بتكون هي عنا من البيت من الاول موجودة. لا ما عنا. اليوم على الاغراض ما لقيتهم. فكرت البيت كله ما لقيت شيء لا مارشميلو ولا شيء. ليش ايش كان بدك؟ كان بدي اكلات. يي؟ ما بعرف منين اجت طيب هاي غريبة. طيب طعميهم بجوز موجودة من البيت من قبل بجوز موجود. طعموه. لك طب خلاص بشتري لكم يبقى انا مالي خبر. كلوا معه. منين اجى هالمارشميلو؟ عن جد غريب وعم بتقول انه انا جبت لها وانا ما جبت لها. لك انا متأكدة اني ما جبت لها. غريب ما عندي مارشميلو بالبيت اصلا. ما بعرف بجوز انا نسياني مخربطة. بس اشوف لا تشوفها. شو هاي؟ مصاصة هاي انا اشتريت لها اياها. ليش كلها هي صغيرة؟ لك لا كبيرة هنا صغيرة. هي مصاصة؟ ايه كبيرة كتير. يا هاي المصاصة لا 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 تفقوها. ليش فيها ليه؟ ما بدي هاي لي ما بحب حدا ياخذ اياها. خلاص مرة تانية بشتري لهم خلاص تركوها خلاص هاي المصاصة اشتريتها لألا. طيب يا الله مشتهية على البانكيك. خليني أطبس عليها بدي بانكيك. عم تدخل المصاصة سحرية يا مي. أحسن شيء أطعم إخواتي. غايس خالي أتخدو. يا شكرا أنا ما جبت اليوم بس ماما جابت لي إلو إليكم وأنا وين البانكيك تبعي؟
انت جبتي لها شي بانكيك؟ لمين بدي اجيب بانكيك؟ للين؟ لك ما جبت لها شي. جبتي. شو ما جبتي؟ لين؟ لين وبعدين معك؟ لك منين عم يجوا هالاكلات؟ منين عم يجوا؟ لك ما اشتريت شي، صدقني ما اشتريت شي انا. يو لك لا حقيقية، عن جد حقيقية. اي والله من وين اجيت هالاكلات؟ لك لين تعي لاشوف هلا بدك تعترفي من وين هدول؟ لين حاجة كذبي عم بقلك، منين هدول؟ ياهو انا حبيتهم. ماما لا تكون سرقتهم من المحل. معقول سرقتيهم من شي محل؟ لا تذكرت الجيران هدول شافوني عم اعطوني اياهم. جيران؟ ايوه جيران تذكرت. طب ليش ما عم تقولي لي؟ ليش عم تقولي انه انا اللي اشتريتهم؟ خربطت. معقول الجيران؟ اكيد مالك سرقة شي يا لين من شي محل؟ لا ما بتسرقي الصراحة. مستحيل تسرق. ما بعرف غريبة. منين عم يجوا هالأكلات يا الله؟ عن جد غريبة. معقول الجيران؟ ثاني شي بانكي المشفلو. طيب مين جابه؟ ما بعرف. جيران؟ من شوي قلتي لي لسه إنه عساس أنا اشتريتها. بابا خربطني. عم تنسي قلتي لي مو؟ ماشي. لازم أراقب لين وأعرف إيش عم تساوي ومن وين عم تجيب هالأكلات. لازم أعرف. يا الله شي غريب يعني اللي عم يصير. يا ريت مشتري شيبس كتير. مشتري على الشيبس يوي بابا، مشتري على الشيبس أحسن شي، أكبس عليها حرام بالأرحجم. مصافة الصحية طالعي لي بطاطا لبابا. خليني اعطيه لبابا، بقول له انه الجيران اشتبوا لك. شلون هيك حملت بهاي المصاصه وجابت شيبس؟ حتكذب علينا، مخبي علينا هاي. بابا واخيرا راقبتها وكشفتها. جيران جابوا لك بطاطا. يا بتعرفي ايش كنت عم بقول بين وبين حالي؟ اشتريت كثير على الشيبس. يا ريت تمشيري. لك عبود وما اشتريت شيبس والله. نسيت مين؟ تعي لقلك. هاتي 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 هاي العصاية، هاتي المصاصة اللي معك، هاتيها لهون. أنا بقلك أنا راقبت لين وكشفت إيش كانت عم تساوي، من وين عم تجيب الأكلات؟ حذر. لك لا مو من الجيران. لك حذر إيش كانت عم تساوي؟ طلع شايف هاي المصاصة اللي معه؟ كانت عم تعمل مثل السحر، عم تعمل هيك عليها وبيطلع اشياء طيبه. لا انا راقبتها عن جد. اعطينا. ليش مخبي علينا وما عم تحكي؟ اعطينا نجربها. هي ما بتشتغل الا معي. شو معي؟ لا لانه هي تعودت علي. اعطيني اجرب. لا تعودت علي. جرب. طيب اعطيه جرب. جرب لشوف. قول طلب اللي بدك اياه. بدي اجرب انا هلا. مشتهي نروح على شي مطعم ناكل لانه كثير جوعان. حولينا الى المطعم. يي حولينا الى المطعم. يي ما صارت. استني بجوز ما عم تسمع. حولينا الى المطعم. لك لا لا ما صارت. عن جد غريبه. يي معناتها لانه بس تعودت على حدا ما بتشتغل مع حدا ثاني. لانه هي اللي اشتريتي لي اياها الي وتعودت علي وصارت صديقتي. ييه عن جد غريبة. طيب عطيه عطيه لخلودي خلي يجرب. عطيه لشوف. عطيه. ياه ايش ايش هالمصاصة السحرية هاي؟ يا غريبة. مصاصة يا مصاصة بدي اروح على الملاهي. شو ماما ليه ما عم تشتغل؟ ما عم تشتغل. لك ما عم تسمع. ما عم تشتغل. غريبة غريبة. ما عم تشتغل مع حدا. عصي يو عن جد عن جد فعلا ما عم تشتغل. طيب تعي لقلك للوشة، نحن بدنا نطلب منك طلب. طلعوا يا اولاد. هلا انتوا ايش بدكم اخليها تطلب؟ زبادي. وانا بدي زبادي. بدي اير مان. بدي اير مان. انا بدي. طيب تعوا لنشوف. هلا بنتاكد 100% انه عن جد هي المصاصة سحرية. يا مصاصتي السحرية ساوي لي زبادي بالاير مان وبالالسا وانا. يلا خذوا. يا من وين جبتي؟ وين؟ من المصاصة السحرية. يو عن جد ما لي مصدق. انا ما عم بصدق عن جد. ما عم بصدق جد.
معقول؟ معقول؟ شلون هيك؟ لأنه صايم من هديك السحر. لا لا ما بتشتغل. لك ليش لك ما بتدعي علينا بس على لي؟ ما بتحكي. كيف عم يشتغل معك يا لي؟ لك بدنا نروح على المطعم قلنا لك. ما بطلع. بس عم ترد علي؟ خلاص خذي خذي لي. بس بدنا شيء من عندك من عندك لك. يوي على المصاصة السحرية. يوي أحلاها كثير حلوة. تشتغل مع حدا بتشتغل اسمعي أحسن. شو؟ ولا شيء ولا شيء. بالي. مطيبة. مطيبة. بابا خدها الحديقة. إيه. ما بدي تعبان كثير ما لي نفس أطلع. الله يوفقك الله يوفقك. تعبان. خدها. كيوسي إيش رأيك نقلها للينا خدها على الحديقة نلعب؟ ايه لينو بتريد خلينا نروح على الحديقة ابوك قال تعبان ما بتصير جوز ما بتاخذنا طيب جربي طب صيح لماما وبابا لحتى نروح لازم نمسك ايدينا سوا لحتى نروح ونعمل السحر صيح لبابا وماما بابا ماما تعالوا 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 ايش في؟ نروح على الحديقة يلا امسكوا ايدينا لكن قلت لهم تعبان لا لا طب خلينا نجرب نشوف خلينا نجرب هات ايدك خلينا نجرب نمسك ايدين بعض ونشوف بنقدر نروح ولا لا بس خلينا نحطها فوق المصاصه السحريه مسكوا فيه يلا ها يا عصايتي السحريه ودينا على الحديقه واو يوي وين صرنا بحديقه الالعاب يوي شايف ياي للوشة لك حتى لبسنا تغير ايه عن جد بتصدق ما انتبهت ياي كتير حلوين ولبس لين طلع ما احلى غيرتي لنا لبسنا كمان ايه ياي ما احلى ايه يلا العبوا لك بما انه جينا لهون مشان تيكي تلعبوا وتنبسطوا عن جد شي حلو ايه خلي لي ايه والله شعراتك حلوين صاروا تعا جوجو حلالين قوام لعبن قوام يلا يي وانت كمان شعراتك حلوين ولبسك حلو ياي ما احلاها يا ريتني جايبه مصاصه سحريه لخلوده كمان مالي خبر ولا غيس يا الله لو اعرف كنت جبت لهم بس مالي خبر يا الله المشكله بعيد كثير كان مكانه ايه ماما ايش روحي تعا يلا تزحلط غيوسه تزحلط بما انه للوشه خلتنا هيك عملت لنا سحر وجابتنا على الحديقه قوام يلا العبوا ياي لينا انت عم تطيري قولي طلعت هاي المصاصة السحرية شغلة صارت اللبس والتسريحات وين بدك تروحي ياي كتير حلوة لك أنا كنت بعالم السحر أخذت لالين ورحت اشتريت لها أنا مبالي مصاصة عادية لك لو أعرف كنت جبت لكلياتكم مالي خبر إيش بك غيوسة الخبط من إيدي دتعة هس روحي لك شلون انخبطت؟ بالجوج حاني؟ يلا ما بقصده يا عمري دي خلص روحي لا تبكي ولا تزعل كان عم يلعب خلوده خلوده خبطه كني لغيس يلا دي العاب يلا نحن جايين ننبسط ونلعب ونتسلى يلا لا بابا بجوج احكم ايه يلا هلا بابا بجوج احكم جوجحها شوي علية بدنا نطير يلا جوجحها ايوه برافو وهي عم تطيروا علي اعلى لينو رجعينا على البيت حاج عبود مالك ترجع على البيت خليه يلعبوا كمان شوي طيب ماشي حتى لبسنا رجع مثل ما كان حتى غيرت لنا لبسنا ما
ايش هالعصاير السحريه؟ اوه كثير جوعانه. ايش عنا اكل؟ ايش عنا اكل؟ ما عندي اكل، ما عنا اكل. يا الله ما طبخت شي طاول اليوم. ليش ما طبختي؟ يا الله لك ما لحقت، ما لحقت، كنت عم بنظف البيت. طيب ان شاء الله ونحن جوعانين كثير. طب ايش بدنا نعمل؟ لين لين تعال اقول لك، انا عندي فكره للوشه. ايش رايك تعملي بالمصاصه السحريه تجيبي لنا اكل على البيت؟ ليش من برا؟ ماما بناكل بالمطعم. ايه كمان فكره حلوه كمان. نحاول بعض، نخليكم هيك. وقفوا وقفوا، يلا يلا يلا. يو ايش قد متحمسه. ها وانا كمان شتلين كمان لحتى نروح كلياتنا. خدينا على المطعم. ياي وين صرنا؟ ياي لك للوشة، للوشة شلون هيك صرنا بالمطعم؟ ايه هلا بدنا نطلب اكل. انت جوعان؟ ايه والله كتير جعانة كتير. خلودي خلودي ايش بدك تاكل ماما؟ باني. بدك تاكل باني؟ وانت غيوسة؟ باني. ايش بدك تاكل؟ باني. باني؟ يلا تكرم عيونكم، هلا بنطلب من الجرسون نجيب لنا اكل. وهون طلبنا اكل، بيتزا وبانيه وكريسبي وكبه مشويه. عن جد ما عم بصدق، يا الله كثير مبسوطه هيك بالمصاصه السحريه، عم تحقق كل احلامنا. يا الله مليت، ايش تعمل؟ بدي اعمل مقلب بحدا. بعمل مقلب ببابا. ايش رايك نعمل مقلب ببابا؟ ايه والله كثير كثير حلو. بس ايش المقلب؟ بخلي الشعر نوقف لبابا. يا صايد سحرية، خلي بابا يوقف شعرات. صار شيك اجتني. ايش في؟ طلع مجنون صاحي. اخ ليش عم تضحكوا؟ عليك. ايش في ليش؟ على شعراتك. ايش من شعراتي؟ شعراتك صغيرة. روح طلع المراية بابا. يلا بسرعة. ليه؟ ايش وقف لي شعري هيك؟ ما بعرف. هيلين هيلين لك ليه لسه وقتي بشعراتي؟ كده عم بعمل فيك مقلب. هذا مقلب، هذا شو بدك؟ دخل صح، حاجة اضبط لك يا هون. يا مصاصتي السحرية، خلي بابا يرجع يصير شعراته كثير حلوين. شفت كيف صاروا شعراتك حلوين؟ واو لك صاروا شعراته كتير حلوين. حتى صارت تساوي سحب الهيئة بالشعور. يو كل شي عم تعمل. لينو انا كمان بدي شعراتي يكون نفس ابوكي. عن جد هاي المصاصة كتير كتير رائعة. من هون ورايح اي شي بدنا اياه منقلها للين. مزبوط؟ مزبوط. عن جد كتير كويسة. كمان بتلبي لنا طلباتنا. لك ليش؟ هلا هيك صار الحكي؟ لا لا خلص خلص. يو لازم ما نعصبها للين. لا لا خلص خلص خلص. خربت لي شعري. ايه خلص خلص لين، ما بقى نعصبك ولا بقى نزعجك ابدا. يي لك وين المصاصة؟ ما بعرف. بسم الله وين اختفت؟ يو لك راحت المصاصة السحرية وينها؟ لا يمكن أن إلها مدة معينة بعدهم تختفي. يي معقول؟ معقول عجب إلها مدة معينة ولا لأنه هيك تعاملت معنا عجب؟ جوز لأنه تعاملت معنا صارت قلنا أنه لا أنا بتحكم فيكم وأنا بدي أسوي أسوي. يو يا لين يا الله. ميتا صارت ما حلوة أو هيك صار فيها. ياي خلص راح. يا الله شو نعمل لحتى ترجع لنا المصاصة؟ يا ما بترجع المصاصة. يا الله المصاصة السحرية ما بعيدة، ارجعي. ما بترجع خلص. يا الله شو نسوي؟ عرفت نيتا ما حلوة. يا الله يعني كل الشغلات يلي بدنا اياها ما بقى نحسن نجيبه. يا الله ما بقى نحسن. ياي خلص ما بقى يمشي الحال. بتعرف شو يا ريتنا طلبنا، يا ريتنا طلبنا تجيب لنا مصاري. يا الله شو ما خطر عبالنا هيك، ما توقعنا العصاية تختفي هيك. يا الله ليش هيك صار؟ أنا آسفة. خلص ما بقى يمشي الحال، كله بسببك أكيد، لأنه هيك عملتي معنا أكيد. أنا متأكدة.
ايه لانه نيتا صارت سيئه، صارت تفكر بطريقه سيئه، مشان هيك راحت المصاصه. عجبك هذا؟ هيك اللي بس يغير نيته خاصه مع اهله هيك بصير فيه. شايفه؟ لا بقى تعيديها تاني مره. ها، ولازم تاخذوا عبره من هالشي. اذا عجبكم الفيديو حطوا لنا لايك واشتركوا بالقناه. حطوا لي لايك عشان نرجع نجيب لكلياتنا وحده. اذا وصلت الفيديو، اذا وصلتونا للمليون لنجيب 3 مليون. ايه بس نروح على عالم السحر ان شاء الله برجع بجيب منهم. قلتك بلاقي نفس المصاصه. عجب عن جد مصاصه سحريه هي، كثير كويسه. يلا منحبكم كثير. باي.